السلام عليكم ورحمة الله. جهاز الكار بروج المعروف لبرمجة الإيرباجات وبرمجة الأودوميتر كوركشن وبرمجة الشاشات. أول ما هذا في معاه سي دي، طبعا لو شايفين هذا السي دي، بتنسخ السي دي وبتحطه على البي سي عندك، هنا بيطلع عندك بالشكل هذا. تمام، أوكي، بليز أوبنت. خلينا نفتح البرنامج اللي هو 10 مثلا فاصلة 5. تمام، نصبر عليه شوية. لو شايفين هون بيعطيك الأجريمنت، أجري بليز. هاي البرنامج، ويت، هاي عندك أول واحدة مثلا الإيرباجات، يوهان. هاي الإيرباج مثلا، برمجة الإيرباجات، خلنا نثبتها شوي. الكار راديو، برمجة الكار راديو، برمجة الداشبورد، برمجة البايكس، الموتور سايكلز، الاندستريال، الإيموبولايزر، مفاتيح ترانسبوندنسر والإيبروم، يعني في كل هالأوبشنات هذه. لنفرض إنه إحنا بدنا مثلا نبرمج إيرباج، تمام؟ هذا الإيرباج، هذا شوف هاي التغطية اللي بعطيك إياها، هذا هو موجود هنا، شوف. مثلا لو قلنا بي إم دبليو، can you press because I am concentrating in taking the photo. BMW for example or anyone. شوف هاي كبسنا عليها مباشرة. طبعا هاي موجود، هو بيقول لك اقرا الايبروم من هون، ايبروم ريد رايت، جو تو ايبروم ريد رايت. هاي ايه بس هير لو وصلته بال، طبعا من هون لو شايفين بدك تقرا ريد فولت ميموري، بس بقول لك انه الفولتج مش ديتكتد، بتكون موصله بالسياره. كذلك الوظائف الثانيه، يعني في وظائف كثيره الكار بروج. بليز تيك ذا فوتو. مثلا مثل الداشبورد، يعني لو شايفين الداشبورد مثلا، لو قلنا اودي مثلا، هاي في الاوتو ديتكت بيشوف لك شو موديلها بالضبط، او تختارها انت مثلا اي 1 اي 3 كيو 7 مثلا. ها شوف، لو قلنا مثلا هون كيو 7، قلنا له كيو 7 هاي مثلا، هيو بيحاول يشبك لك عليها. من هون نفس الاشي بدك تحاول تقرا، بس طبعا احنا مش موصلين على سيارة حقيقية، مشان هيك ما باخذش. لو رحنا للموبلايزر مثلا، اخترنا الاودي مثلا، هيو بيحاول بيفتح لك برنامجه هون. طبعا من هون تقدر انت ريد اموبلايزر، تمام، بدك تكون شابك طبعا على هذا، على الشيب اللي بدك اياها، تمام. ومن هون بتقدر تعمل الرايت اموبلايزر، اد كي مثلا، كل الامور هاي موجوده. انا ما اعرف شو الوظائف بالضبط شو هي اللي بيسويها، لكن هاي مجمل الامور اللي انت تقدر تشتغلها على ال ال الكار بروج. يعني عندك مثلا الداشبورد، هاي عندك حتى اوتو ديكت، هاي اوتو ديكت. طبعا هو مش راح يشتغل لانه بيحاول يكشبك. هاي الوصله واصلين طبعا، تكون واصل هذه، تمام. وهي بقول لك سيلكت ميموري مثلا، بدك تختار الشيب نفسه شو هي بالضبط. وهي الليبروم، وهي كاتب لك حتى وين الوايت يلو، وين بالضبط اللي تشبك انت الداتا بلس الداتا ماينس، وعلى اساسه. يعني شوف لو هاي مثلا مش مشبوكه، لنفرض هاي مش مشبوكه وقلنا له اوتو ديتكت، لو قلنا له اوتو ديتكت، خلينا نحاول هسه، راح يطلب منك انه يقول لك وصل القطعه نفسها. لحظات شوي، no device attached، بقول لك ما فيش device attached. ليش؟ لانه هذا مش موصل. فهذا مجرد انت ما وصلته ووصلته في السياره، في منه بيقرا طبعا عن طريق الاو بي دي، في منه بيقرا عن طريق الشبات اللي مرافقه لهذا الجهاز.